جودة التعليم في مصر. هنفتح الملف اليوم، هنحاول نعرف ايه سبب تدهور التعليم في مصر، ازاي نقدر ننهض بمنظومة التعليم، ازاي اللي بينقصنا علشان يبقى عندنا طلبة فعلا متعلمين. النهاردة ضيفنا في الاستوديو الدكتور جاسر عواد، استشاري محو الأمية بمنظمة اليونسكو، مبادرة معا نستطيع. أهلا بحضرتك وشرفتنا. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير طبعا. صباح الفل. الحقيقة التعليم يعني مش عارفة أقول إيه عليه، لكن وصل لمرحلة فعلا سيئة جدا. بنشوف خريجي الجامعات يعني مش لاقيين شغل، وفي نفس الوقت كل أصحاب العمل بيطالبوا بناس تعمل، لكن خريجي الجامعات لا يتوفر فيهم أي نوع من أي إمكانيات مطلوبة لسوق العمل. إيه اللي وصل منظومة التعليم بتاعتنا في مصر لهذه المرحلة؟ والله هي مشكلة التعليم في مصر طبعا مشكلة يعني عنيفة ومأثرة على حاجات كتير قوي، منها التنمية. بالتأكيد. ومش ممكن يحصل تنمية في مصر إلا لما يبقى عندنا تعليم. عشان يعني طبعا ايه سبب انهيار التعليم في مصر، ده موضوع كبير، وعايزين انت بقى يعني زي ما بقول عندنا النهار كله يعني. فطبعا لا الموضوع كبير، لكن انا نحط النقاط يعني بالزبط. السبب مناهج ولا مدرسين ولا الطلبة نفسهم ولا الاسلوب بتاع التدريس، التلقين والحفظ ووضع الامتحانات ان هي بتعتمد برضو على المطلوب التلقين والحفظ، يعني نحط بس النقاط. بصي، هو طبعا المشكلة تختلف من كل مرحلة من المراحل. احنا عندنا مرحلة ابتدائية عندنا مشكلة القراءة والكتابة. القراءة والكتابة اللي هي حجر الأساس اللي ممكن نبني عليه بتاع الإعدادي والثانوي وبعد كده مهندس ولا دكتور. عندنا مشكلة في مهارات القراءة والكتابة في المدارس الابتدائية. المشكلة دي سببها يعني هو طبعا اللي أنا هقوله ممكن يبان غريب شوية، بس أنا رأيي إن هذه مشكلة في مصر مشكلة إدارية. إدارية؟ إدارية. يعني it's managerial problem، مشكلة في الإدارة. احنا لو طولنا النظم الإدارية الموجودة جوه المدرسة هتفاجئي ان الاداء كله هيختلف. ان عندنا مدرسين على مستوى عالي جدا من الجوده، في عناصر تعبانه وضعيفه محتاجه نوع من انواع التدريب. طب التدريب ده ايه؟ عايز اداره تدريب يكون عندها الحرفيه وعندها الحزم وعندها القدره على توصيل المعلومه. واللي يتدرب بعد ما يتدرب لازم يختبر، هل هو اتدرب وخلاص؟ لا، احنا عايزين يتدرب ونتاكد ان التغذيه الراجعه بتاعته جيده، فاذا هو اتدرب التدريب يبقى efficient. فنكتشف ان منخش جوه المدرسه ايه اللي بيحصل جوه المدرسه؟ هل المجموعه بتتعمل اثناء اليوم الدراسي؟ هل ما بتتعملش؟ هل بتتعمل في الاوقات المحدده ليها؟ دي اداره مدرسه. المناهج انا شايف ان الوزاره عملت مجهودات ممتازه تطوير المناهج، ودلوقتي بتطبق القرائيه، وقبل كده احنا اشتغلنا مع الوزاره 2009 و2010 و2011 في تطوير في برنامج تطوير التعليم بالنسبه لتحسين مهارات القراءه والكتابه. فالمناهج انا شايف فيها تطوير دائم. في ساعات يعني بيجنبهم الصواب وبيقدروا يعملوا حاجات كويسه، في ساعات بعض التطوير بيبقى محتاج يشوفوا بعض العوار، لكن في النهايه انا شايف ان في مجهود جيد مجهود. بالنسبه لليوم الدراسي واداره اليوم الدراسي، نوع من انواع الاداره. مديرين المدارس والنظار محتاجين دورات في الاداره، لان الناس دي لو اللي هو المايسترو، هو رئيس مجلس اداره شركه هذه المدرسه، هو عنده مانجيريس يعني قدرات اداريه عاليه، هو هيقدر يدير هذه المنظومه. لو عنده ضعف في حته يبقى هو دوره انه يوجهنا ليها، لان هو المايسترو بتاع الموضوع. معظم الناس تقول لا طبعا مشكله فلوس. انا مش موافق على انها مشكله فلوس. اولا احنا مصر يعني عندنا يعني الشعب المصري يعني عنده عطاء، والناس دلوقتي ابتدت تفهم اهميه التعليم. هديكي نموذج. الرجل العادي خالص اللي هو الرجل البسيط اللي هو الرجل الشرعي العادي ومراته اللي هي الست ممكن تكون ما بتعرفش تقرا وتكتب، يروح يودي ابنه المدرسه. تقعدي تتكلمي مع الراجل ده وتقولي له عامل ايه في المدرسه؟ يقول لك انا بدفع مجموعه، بدفع الشيء الفلاني، وبدفع في الدرس الشيء الفلاني، والواد بياخد مني كل يوم كذا. الراجل ده حياته كلها ما تتكلمي معاه هو ومراته قايمه ان يجيب فلوس عشان يعلم العيال. تقولي طب ما ايه المشكله؟ المشكلة ان هو ما بيحصلش مردود، بيرجع له العيل ما بيعرفش يقرا ويكتب، البنت مش عارفة تقرا اسمها، فبيحصل له الإحباط. بتقول هو روح واخد الواد مشي وديه فوق وديه ورشة ويحصل التسرب. هو إيه الحكاية؟ هو أصلاً الراجل ده مش مهتم بتعليم ولاده؟ لا، احنا مش مهتمين. لا هم مهتمين. يعني أنا حضرت منظر احنا لما كنا شغالين مع الوزارة إحدى البروتوكولات، كنا في إحنا مدارس إدارة السلام، بعدين لقيت واحدة ست ماشية كده هو ولا مدرسة. أنا جاي أبوس إيدك يا أبلة.
ما عجبتنيش الكلمة، ايه بوس ايدك يا ابلة دي؟ احنا كنا بنطبق منظومة معينة كده يعني مع الوزارة، وبعدين بقالنا اسبوعين شغالين وابتدت تجيب نتائج كويسة. قلت لها تعالي في ايه؟ قالت لي يا دكتور ده انا بنتي في رابعة ابتدائي وامبارح ابوها قاعد معاها لقاها ابتدت تقرا وتكتب وكتبت اسمه. قال لها روحي، ده جوزها بقى بيقول لها روحي بوس ايد الابلة اللي عملت كده. في رابعة ابتدائي كانت أول مرة تقرا تكتب، كانت في وات ايفر، مش دي النقطة اللي عايز أوصل نتكلم فيها. النقطة أوصلها لك إن الراجل ده والست دول مهتمين جدا طبعًا إن بنتهم ابتدت تقرا وتكتب، وقالت كتبت اسمه، بيقول لك كتبت اسم أبوها. النهارده عيد والست دي جاية تزل روحها تبوس إيد الأبلة اللي هي عملت جميلة، فتقول الناس مش عايزة تتعلم، لا الناس عايزة تتعلم والولاد عايزة تتعلم. الفكرة كلها إن المنظومة محتاجة شوية إدارة، تنظيم الاداره. الراجل ده بيدفع فلوس، اه بيدفع المجموعه، ما تساليه بيدفع المجموعه وبيدفع الدرس وبيدفع كل حاجه ومش لاقي ياكل. طب ما هو اللي بيدفع المجموعه وبيدفع الدرس وبيدفع كل حاجه، ده معناه ان المدرس اللي في المدرسه مستواه يعني الى حد ما، انا مش عايزه المدرسين طبعا يزعلوا مني، لكن مستوى غير جيد، وده اللي بيدفعه بعد كده ان هو التلميذ بيقعد في الحصه زيها زي عدمها، فبيطلع ياخد المجموعه وما بتنفعش المجموعه يطلع ياخد الدرس الخصوصي. انت حضرتك وصلت لنفس النتيجه اللي احنا وصلنا لها، ان في مدرس نقول كويس ومدرس ضعيف. طب ودي مشكلتي ايه؟ ايه دي مش مشكله، نعمل تدريب ندرب الناس دي. واحنا ما عملنا تدريب فعلا جابوا نتائج مذهله. العنصر موجود والكوادر موجوده، بس مجرد عمليه تحسين الاداء، وده ممكن اداره جيده في عمل التدريب، اداره جيده في اداره المدرسه، المدرس اللي هو ما بيطلعش شغله دلوقتي ومركز ان هو يعمل دروس خصوصيه مثلا وكده، افترضنا جدا بعض العناصر بتعمل كده، لما بتعمل مدير كويس عليه على كل المستويات، مش مستوى هنمسك في نظر المدرسه هو المشكله، لا قول كل الوزاره كل ده عامل المنظومه الاداريه جيده، هنكتشف ان الموضوع الاداره هتتحسن زي اي منظومه زي اي مجتمع. لما المدير اذا بيقول لك اذا كان رب البيت بتضيف فيه ضاربا، فانت عارفه طبعا. طيب لو اتكلمنا عن دور الوزاره، الوزارة ممكن تتدخل، احنا قلنا دلوقتي من طريقة الإدارة هتفرق جدا، ده بالنسبة ان هي ترفع من مستوى المدرس تدريبيا وده هيدي نتيجة جيدة. اسلوب بقى التعليم، الاسلوب نفسه احنا بنعتمد من ابتدائي لغاية التخرج من الجامعة كمان، يعني لغاية التخرج من الجامعة على اسلوب واحد اللي هو التلقين. ده اسلوب يعني مش موجود في العالم كله. مظبوط مظبوط. بصي حضرتك، انت حضرتك يعني كلامك الصواب كثيرا في اللي انت قلتيه. لما نبص للمنظومه باي المجتمع بحد ذاته، احنا صغيرين كنا بنروح نعمل عمليه اللوز نقعد في البيت اسبوع عمليه لوز. دلوقتي الولد يعمل عمليه اللوز يطلع في نفس اليوم، يمكن ثاني يوم يروح المدرسه. وايه اللي حصل؟ في تطوير في الطب. زمان نشوف عماره بتطلع في 3 سنين، دلوقتي الدور بيطلع في اسبوع. ايه اللي حصل؟ تطوير في الهندسه. طب والتعليم هو برضه ما حصلش فيه تطوير؟ بيحصل فيه تطوير. حضرتك قلتي ان احنا مصرين على التلقين، الحفظ والتلقين للاسف اصبح لازم الملتزم معانا. فلما بنتكلم مع الناس بنقول لهم يعني ايه ولائكم الشديد هذا لهذه الطريقه؟ يمكن العمل طريقه الحفظ والتلقين مات، مش عارفين هو مين اصلا. دي طريقه الكتاب. طريقه الكتاب، لا والله طريقه الكتاب كانت متقدمه شويه، لان كان فيها يعني عوامل اخرى. كان من خلال يعني بيبقى في تلقين وبيبقى في برضه حوار وكان في حاجات كتير قوي. وبعدين احنا ابائنا كلهم اتربوا في الكتاب وجابوا نتائج كويسه، لان كان في يعني عوامل اخرى من لما جلس دلوقتي. ايه بقى النقطه؟ لا فعلا العالم كله طور عمليه التعليم، وفي حاجه اسمها دلوقتي التعلم النشط. وفعلا وزاره التربيه والتعليم خدت بيه وما نقدرش ننكر، لان ده مجهود حصل. التعلم النشط ده عنوان كبير قوي تحتيه طرق كثيره جدا وليه استراتيجيات التعلم النشط. ممكن نبسطه يعني ايه تعلم نشط؟ بصي التعلم النشط هو اولا التفاعليه، ان احنا في تفاعل ما بيني وما بينك. انا عايز اوصل لك معلومه، انا ممكن اقعد اتكلم حضرتك تنامي مني، لكن افترض ان انا بقيت اتكلم اقول لك ايه، طب احنا عايزين نروح نقرا الكلمه دي، ايه رايك شايفه هنا ايه؟ تقولي لي انا شايفه مثلا رسمه ولد، اقول لك طب الولد ده لابس ايه؟ تقولي لي لابس قميص. انا باخد منك اجابات، انا عارف الاجابات دي بس، لكن تخيلي بقى ايه يا جماعه، ده ولد ولابس قميص ولابس بنطلون وماسك شنطه، يبقى ايه؟ يبقى رايح المدرسه. غير ما اقول لك طب انت شايفاه ماسك ايه؟ تقولي لي ماسك شنطه. طب هيروح، تفتكري ماسك شنطه ده هيروح فين؟ هتقولي لي رايح المدرسه. انا الاجابات دي انا خدتها منك، دي عمليه تفاعليه. ده
ان سمبلست فورم انت بقول لك عمليه التفاعليه جزء كبير قوي التعلم النشط. التعلم النشط ليه استراتيجيات، وانا يعني هوصلك للنقطه اللي قلتيها في التقدمه بتاعت هذا الموضوع. استراتيجيات التعلم النشط كثيره، منها نوع اللي حضرتك ذكرتيه فعلا اللي هي المزيكا. في حاجه عندنا في استراتيجيات التعلم النشط اسمها تمثيل الادوار او مسرحه المناهج، ده تعلم نشط. ان احنا المنهج نفسه الوزاره عامله مجهود فيه، والحمد لله ابتدى الموضوع يتقدم يعني ببطء بس ان شاء الله يجيب نتيجه احسن. ان احنا نعمل اغنيه ونعمل ادوار ونمثل ادوار ونعمل تمثيل، وواحد ياخد دور ويتكلم، ولما انا هقف اتكلم واعبر عن نفسي الكلام اللي بقوله ما بنساهوش. بس ده في اطار أي زي ما حضرتك قلت التمثيلي. ليه؟ لأن التمثيلي بيبقى فيه تفاعلي زي حضرتك ما قلت، لكن لما أحول الموضوع كله عبارة عن أغنية، أحول المنهج لأغنية تتحفظ، فأنا برضو يبقى هي نفس الطريقة. لا بصي، ما هو الفكرة كلها إن استراتيجيات التعلم النشط متعددة، ما حدش بياخد استراتيجية واحدة ويعمل بيها العلوم والحساب والفرنساوي. لا طبعا، إحنا مثلا عندنا تعلم الأقران، التعلم التعاوني، الأركان، عندنا العصف الذهني، الوسائل التعليمية. فناخد جزء نعمله بتمثيل الادوار المزيكا زي ما حضرتك قلتي، بعدين تعلم الاقران، بعدين نستعمل في نفس الوقت التعليم التعاوني، كل ده مع بعض يعمل منظومه. المنظومه دي بقى ترتقي بكل حسب العناصر الموجوده عندي في الفصل، حسب المنهجيه اللي بتشتغلي فيها، فالموضوع بيختلف. لكن انا اقعد طول النهار الصبح اديهم اغنيه قاعد احفظها لهم، حفظتوها زي ما كنا بنحفظ زمان قواعد النحو، يعني ما بقتش تنفع، واولادنا ما بقاش يستوعبوا الكلام ده كله. لكن الفكره كلها ان احنا بنطور طريقه التعليم عن طريق ان احنا ناخد الاستراتيجيات المختلفه ونطلع طرق. بعدين وسائل الايضاح دلوقتي، الوسائل التعليميه اختلفت. زمان كانت يعني الوسائل التعليميه كانت على الحيطه نعلق مجله المدرسه مثلا ونقول، لا دلوقتي عندنا الوسائط المتعدده اللي هي المالتي ميديا. انت عندك تخش على النت، عندك تتفرجي على افلام، عندك تعملي برزنتيشنز، وسائل كتير قوي دخلت للتعليم واصبحت موجوده. والمدارس في مدارس دلوقتي في اوض كمبيوتر في فالموضوع يعني مشرق. انا طبعا متفائل يعني بعد اذن الله. لا لا لا، وانا مهمتي الصبح ان احنا نخلينا كلنا متفائلين. يعني انا شايف ان شاء الله الموضوع احسن. فالوسائل التعليميه تطورت، الاستراتيجيات التعلم النشط مفيده جدا وتطبق في جميع المجالات، فان شاء الله شويه شويه بس مع عمليه تحسين الاداره على مستوى التفاعليه احسن واحسن. يعني كل ما عمل مجهود نقول لهم لا احنا عايزين احسن، نقول لهم احنا عايزين احسن، احنا عملنا في الله احسن ان احنا نبقى احسن يا رب ان شاء الله. بس انا ملاحظه يا دكتور ان لغايه دلوقتي كل اللي حضرتك ذكرته عباره عن يعني ايه حاجات سهله، او مش هقول سهله، حاجات غير مكلفه. يعني لو احنا حطينا كده بروتوكول معين وبدانا نطبقه، لغايه دلوقتي ما فيش حاجه ممكن نقف قدامها نقول لا ده احنا محتاجين ميزانيه وفلوس. يعني كل ده وسائل فكريه الى حد كبير. ليه ده ما بيطبقش في المدارس؟ لا مين قال ما بيطبقش؟ دلوقتي القرائيه يعني احنا كنا بنطبقها، ما لو كان بيطبق كنا هنلاقي نتيجه مختلفه يا دكتور. بص انا عايز اقول لك حاجه، هي التركه تقيله قوي يعني، معلش انا مش من اصحاب، رغم ان انا من اكثر الناس تفاؤلا لو عرفتيني يعني، لكن الفكره كلها التركه تقيله وده مش سر. فإذا كنا فاكرين إن بخ هنقوم الصبح المشاكل اتحلت، لا مش هيحصل. الموضوع هياخد وقت. دلوقتي إحنا كنا عاملين منهجية سي اللي هي تبع الروتري، وبعد كده الوزارة طبقت دلوقتي القرائية وابتدت تجيب نتائج شوية شوية. السيد الوزير دلوقتي أنا شايف إن هو مصر على تحسين موضوع القراءة والكتابة. التعلم النشط تقريبا 80 أو 70% من مدرسين مصر اتعلموا قدموا محاضرات في التعلم النشط. فالكلام ده مش نظريات احنا بنقولها وبعدين هنقوم نروح، لا ده فعلا انزلي المدارس دلوقتي هتلاقي القرائيه متطبقه. في مجهود معمول، بس افهمي ان التركه تقيله والموضوع ما يحصلش من يوم وليله. بالذات يعني ان احنا ما كانش الثلاث سنين اللي فاتوا حضرتك اضرب طبعا، ما كانش البروجريس زي ما اي حد عايز في اي مجال. تأكيد. طب من خلال بقى يعني نقول التايتل بتاع حضرتك ان هو استشاري محو الاميه بمنظمه اليونسكو. الحقيقه كان دكتور احمد زكي بدر، وده طبعا كان فتره من الفترات وزير التعليم، كان في احد تصريحاته مؤخرا قال منظومه او مشروع محو الاميه هو شايف ان هو، وكان بدا بالفعل يطبق ده، ان مشروع يعني عايز احسن اللفظ بس ما معناه ملوش لازمه.
وان هو غير مقتنع بيه تماما. وكان ايام ما هو كان في وزاره التربيه والتعليم كوزير قال ان هو مش هياخد المشروع ده، وكان بدا بالفعل في تطبيقه، وقال ان احنا افضل من ان انا امحي اميه واحد عنده 50 سنه او 60 سنه عشان كل المطلوب يروح يطلع رخصه او ياخد الورقه علشان مش عارف يعمل ايه، حاجات يعني مش هيبقى فيها مردود عليا كدوله، لان اخد الفلوس المليارات يعني واحد يعني ما اعرفش الرقم طبعا يبقى مخصص في الميزانيه، وابتدي اطور بيه التعليم وابتدي على الجيل الجديد استفاد. راي حضرتك في ده ايه؟ كويس قوي. اولا دكتور زكي بدري له كل الاجلال، يعني هو من الناس الكوادر اللي احنا كلنا بنعتز بشغله. عايز اقول لك حاجه، زي ما قلت لك التركه تقيله، اساليني يعني ايه التركه تقيله بقى في الحته دي. محو الاميه، احنا بنعمل الدوله مهتميه بمحو الاميه ليه؟ عندنا حسب الاحصائيه الرسميه، انا مش هتكلم على الاحصائيات اللي بتقولها اليونايتد نيشن ولا اي حته بتقول، 27% من الفئه العمريه من 15 ل 35 لا يقرؤون ولا يكتبون. 27% دي النسبه الرسميه، في نسب اخرى بتتذاع بره بتوصل ل 50%، بس انا خليني في النسبه الرسميه. فين؟ من 15 ل 35 من 15 ل 35 السن ده سن مش مهم شويه؟ ده مهم جدا. ده اخطر سن، ده القوى العامله اللي هو الشباب اللي بيحرك. مع طبعا اعتذار للدكتور زكي بدر. كان اجنور يعني نقدر يعني لا مش مهم دول بقى نشتغل مع ما نقدرش. احنا نشتغل مع دول هو يمكن لا حضرتك الفئه العمريه اللي حضرتك ذكرتها هي دي الغريبه، يعني احنا عارفين ان احنا عندنا نسبه عاليه جدا من الاميه، بس يعني يمكن كان في اعتقادنا كلنا مرسخ ان لا في شريحه عمريه مختلفه اللي هي الشريحه العمريه اللي هي اكبر من ال 30 بنتكلم في الاربعينات وال 50 وال 60، فبنقول ان دي شريحه يعني طبعا ربنا يكرمهم ما فيش، وطبعا لهم اهميتهم في المجتمع، بس مش لو علمناهم او محينا اميتهم مش هيبقى في مردود الى حد ما على المجتمع. يعني سيبني اشرح لك دي لو سمحتي. اولا هي من 15 ل 35 وكل الاحصائيات طالعه هذا الرقم، والموضوع ده رسمي وارجعي له في اي مرجعيه في الوزاره في هيئه تعليم الكوادر هتلاقي الرقم ده زي ما بقوله لك. الفكره كلها ان ده سن من سن العمل. انا عايز ارد على حضرتك، لو افترضنا جدلا كلام حضرتك بتقولي لو كانوا اكبر من كده كنا سكتنا، ما يقدريش تسكتي، لان حضرتك سن العمل حقيقي ماشي لغايه 60، وانت عايزه تنميه صناعيه وعايزه تنميه ريفيه وعايزه تنميه، يبقى لازم تعلمي. هو اللي عنده 40 وعنده 50 ده طريق واقف على مصنع في مصنع على مكنه، واقف في الغيط بيزرع، الناس دي لو متعلمه البرفورمانس هيختلف، الاداء هيختلف تماما. فانا مش موافق بعد اذن حضرتك طبعا ان لا الفئه طبعا دي انا بسال حضرتك باخد راي حضرتك. الفئه دي احنا محتاجينها متعلمه. والفئه من 15 ل 35 حياتنا كلها واقفه الناس دي تتعلم. فانا بقول هنشتغل في خطين متوازيين. انا موافق معاه ان بدايه المشكله جوه الفصل، لو المدرس جوه الفصل، ما احنا دايما بنقول لهم كده يا جماعه الولد بيجي الساعه 7 الصبح يخرج الساعه 2 الظهر، يروح الحصه لغايه الساعه 4، بعدين المجموعه لغايه الساعه 6، بعدين خارج ما يعرفش يقرا ويكتب. ما ينفعش. فاحنا نحسن ده، ما فيش حد هيخرج من المدرسه الا بيقرا ويكتب. يعني طالما الطفل او التلميذ جالي حق عليه كدوله لازم يقرا ويكتب خلاص، وده احنا شغالين فيه او الوزاره شغاله فيه. الجزء الثاني بقى اللي خرجوا دول موجودين من سن 15 ل 35 تسربوا، او ما بعد ال 35 الفئه العمريه اللي يعني الراي الاخر بيقول ان هم يعني خلاص دول ممكن، لا احنا لازم نشتغل معاهم. هقول لك الفكره، لو انا قفلت الحنفيه بتاعت التعليم قدرت انا وانت نقف كده نروح قافلين نقول خلاص، او الوزاره وهيئه كل المصريين المهتمين والحمد لله احنا كلنا مهتمين دلوقتي، قفلنا الحنفيه خلاص، هيفضل عندنا 20 مليون 15 مليون 30 مليون بس ايه؟ بدون امداد، يبقى قفلنا عليهم عملنا لهم الحصار ونتكاتل عليهم. الجامعات الاهليه، الاحزاب، هيئه تعليم الكبار طبعا على راس الموضوع. هو يعني كان المفروض من هذا الكلام يعني ان احنا نقدر نقفل الحنفيه، بمعنى ان انا اقدر اقفل الحنفيه ازاي؟ ان انا هاخد الفلوس اللي محطوطه لمحو اميه هذه المجموعه، هبتدي اشتغل على التعليم نفسه فامنع وجود تاني تسرب خلاص. ممتاز. انا هقفل الحنفيه. دي بقى والله اشتغلت عليها بقى جمعيات اهليه، لكن مش هيبقى دي وظيفه الوزاره. هاخد الفلوس او المتاح طبعا، لان احنا عارفين يعني مواضيع الفلوس مش متاحه قوي، لكن الموجود في الميزانيه المخصص للتعليم هركز بيه في هذه المرحله الجديده او من الاول، ان انا ما يبقاش عندي تسرب تاني وما يبقاش عندي محو اميه تاني. ممتاز. حضرتك بالظبط بتشرح الموقف بالظبط، وانا عايز اقول لك واطمنك ان هيئه تعليم الكبار دلوقتي وفي دكتور محب الصراحه يعني عامل مجهود ممتاز، هو رئيس الهيئه،
التجأ للقطاع الخاص، التجأ للجامعات الأهلية وعملهم شركة، وزارة الشباب شركة، في قطاعات كتير قوي عايزة تشتغل، في قطاعات بتقول يا جماعة ادونا التولز وفهمونا ازاي. وبالفعل الاتصالات معمولة كتير، وطبعا في شركات انت عارفاها مشهورة جدا وعملت منح عالية جدا ان هي تمول هذا الموضوع، شركات اخرى يمكن ما بتعلنش عن نفسها. فاحنا اتجاه للقطاع الخاص والجامعات الأهلية عشان تحل المشكلة دي طريقة موفقة جدا، والدكتور محب انا شايفه شغال فيها كويس قوي، واحنا يعني على اتصال دائم على اساس ان احنا مش هنعبي الدولة تعمل كل حاجة، لا احنا المصريين نعمل كل حاجة. انا بعد اذنك هذكر قصة، انا وانا داخل معاكي هنا احدى زملائك فهو ما قرا البتاع، قال لي انا عايز اشتغل في محو الامية، زميل ليكي هنا، ده معناه ايه تفتكري؟ معناه الناس عايزة تطلع يعني، يعني التجاء لراجل الانسان العادي هتحل المشكلة، مجرد بس نفهمهم ازاي نروحوا فين ويتكلموا مع مين يمتحنوا الناس ازاي، وده اللي بيتعمل دلوقتي. هتلاقي الموضوع الشويه اللي احنا انت هتوعديني ان احنا هنقدر نقفل الحنفيه، الباقيين دول هيخلصوا مش بالموت، لا بالتعليم. لا طبعا بالتعليم يا رب ان شاء الله. طيب اليونسكو كان فيه مشروع بالفعل، ومشروع معا نستطيع، عايزين نعرف ايه المعلومات عن المشروع، ايه المشروع، ايه الخطوات المفروض هيتم تطبيقها، يعني المشروع بيهدف لايه وخلال فتره زمنيه، يعني نعرف المزيد. هو الفكره كلها المشروع بكل بساطه ان اولا المبادره معنا نستطيع دي مصر بلا اميه، دي اليونسكو وهيئه التعليم الكبار ووزاره التربيه والتعليم اللي هم الثلاث جهات المعنيه، او وزاره وطبعا الهيئه هم الجهات المعنيه، واليونسكو على اساس انها منظمه دوليه مهتميه بالعلوم والثقافه. احنا عايزين نحط تحت هذه العباءة كل المجهودات الجيدة الجادة في سبيل القضاء على الأمية، لان اكتشفنا ان في مجهود حلو قوي، في شغل ممتاز، بس مفيش لينك ما بينهم وبين بعض، مفيش تنسيق، وده دور المبادرة ان معا